مع نيسان ويك بهالاسبوع طفوس عم نركز على الباك تو سكول سيجمنت، واكيد رح كون عم نتعرف اكثر على السيارات مع جلادين فرح سينيور سيلز كونسلتنت بشركه ريمكو. هاي فيليب. جلادين اليوم سياره يعني اشهر انه ما نحكي عنها اليوم، معروفه كثير على طرقات لبنان من اكثر مبيعا بالسيجمنت تبعها اللي هي النيسان تيدا. نيسان تيدا مضبوط. نيسان تيدا هي ميد سايز كار، بتجي هاتشباك يعني بنفس الوقت صغيره بتنصف وين ما كان، بس معروفه انها اوسع سياره بفئتها. كثير واسعه من جوا، تعتبر للفاميلي وللسنجل بنفس الوقت. حلوه بتطلع باللوك تبعها، اتس ا نيو ديزاين ا نيو لوك، هيدي السنه بعدها مغيره. جديده يعني. مضبوط، اتس ا نيو جنريشن. موجوده معنا على البلاتو. سوري جلادين، بدي اقول شغله انه اتس ذا ابجريدد فيرجن فولي ايكويبد، يعني فينا نلاقيها كمان ب بارتس اقل يمكن، وفينا نلاقيها بهال صح، لانه بتجي تيدا بتو انجنز، في 1.6 وفي 1.8، سو اللي موجوده هون هي الابر جريد اللي هي 1.8 اس ال. بيرفكت. عم بتشوف السبورتي لوك تبعها، الديزاين شغلين عليه بطريقه كثير اجريسيف. هي اوريدي كل العالم بتحب التيدا، معروفه من زمان وهلا صاروا يحبوها اكثر. لانه عم نحكي عنها بوتوفوكس هي اكيد. مظبوط. عم نشوف الرير سنسورز، بيري باركينج سنسورز، بتجي باركينج سنسورز، بتجي كمان مع فوغ لايتس. عم نشوف كمان الديزاين كثير مودرن، كثير يونغ، كثير مرغوب هلا الكيرفي ستايل. بتجي بقلبها عم نحكي بداشبورد كمان شغلين عليه مغيرينه عن القبل. يلا هلا رح نكون عم نكتشفه سوا. قبل ما نشوف اكيد سايد فيو عن السياره، ايروداينامك شيب. مظبوط. كمان حتى من الهود بيجي الايروداينامك شيب تبعه. مظبوط. كمان عم تجي مع الجنوطه الالوي ويلز. الالوي ويلز اللي هون بالابجريدد فيرجن في شكل كثير حلو. مظبوط. بقلبها عم نطلع على ال 6 سبيد سي في تي ترانسميشن، بتبين كمان مع الستيرنج ويل عليه كمان اوتو كنترول. في نيساج بعقد على فكره. مزبوط. شوف بين مثل العاده بين نيسان سيتس واللون تو تونز كثير حلو. مزبوط، بيعطي لوك كثير مودرن ويونغ و لكجوريوس، مثل الواحد بينبسط. اتس فيري اليجنت يعني بالسياره. كمان عنا راديو سي دي مع ام بي 3 مع اوكسيلوري للايبود. اكيد اكيد كسيفتي بالنيسان دائما عنا الاي بي اس، الاي بي دي والبريك اسيست. عنا تو اير باكس بقلبها. بعرف كثير ريفيوز من الاشخاص اللي اشتروا تيدا انه مرتاحين بقلبها، الكابن سبيس كثير مريح، الكوكبيت هيد سبيس كمان مريح. اكزاكتلي. الكوكبيت كثير واسعه بقلبها، ما حدا بيقدر يتخيل يعني غير ما عن جد يقعد فيها ويجربها. اكزاكتلي. كيف فينا نجربها؟ كمان نحن بندعي كمان يقدروا يجوا يجربوها تست درايف. اكيد اذا سيقوها انا اكيد انه بيشتروها. نحن موجودين بجاليري سمعان، بفردان، وكمان بجل الديب. هلا رح نفتح كمان بدبي سون. بس عرفت انه تيدا موجوده كمان بكل لبنان. كمان عندنا ديلرز على كل اراضي لبنان. مزبوط. سو موجوده موزعين، سو كل العالم بيقدروا يتجهوا عليهم ويشوفوا التيدا. هلا اكيد فيكم تلاقوا التيدا بكثير اوبشنز، فيكم تلاقوا كمان بكذا لون، فما عليكم الا عم تشوفوا البرانشز وين بلبنان، فروحوا عليهم، واكيد موجوده عند كل الديلرز بلبنان. مزبوط. او بدقوا على الهوت لاين 1599 فيو تعرفوا اكثر عن تيدا. هلا تيدا حسب ما عرفت لانه وي باك تو سكول في عليها سبيشال اوفر. يس، نحن عاملين سبيشال اوفر على تيدا. اول شيء سعرها هي ستارتنج 20900 انكلودينج في اي تي اند ريجستريشن. عاملين عليها طريقة تقسيط، بتدفعوا داون بيمنت 4999 دولار، وبيطلع كل شهر 352 دولار على مدة 5 سنين. بيرفكت. هيدي بس إذا حضرتوها أوتو فوكس. لا أكيد. أوفر هلا اشتروه. أكيد عم نمزح، في دائما الوارنتي. أكيد وارنتي مثل العادة نيسان دائما 4 سنين أو 100,000 كيلومتر كمان. وعم نحكي عن افتر سيلز سيرفيس كمان. نحن كمان معروفين كثير بالافتر سيلز، وي ار يعني نمبر 1 اكيد. نحن كثير بنهتم كجراج، عندنا بمونو، عندنا بجاليري سمعان سوري، وعندنا كمان بزوق مصبح. سو بيسكلي وقت تشتري سياره من نيسان وخصوصا تيدا كمان،
بتريحوا راسكم صراحه، لانه السياره كثير ماكنه على الطريق وسياره كثير مرغوبه كمان، فمشان هيك ما لحقوا حالكم وروحوا على الاوفر يلي هو باك تو سكول من نيسان واكيد من شركه ريمكو الوكلاء الحصريه. جادين بنقول سوا انه فيكم ترجعوا تحضروا الحلقه مره جديده على mtv.com.lv mtv replay او تزوروا موقع wheelers.me وطبعا فيكم اكيد هلا تشوفوا فيديو صغير بعلمكم كيف تشوفوا السيارات وتشوفون كومبير برايسز على بلبنان وبالعالم العربي. فكل شيء بنقول لكم اياه هو باك تو سكول ويك مع نيسان، عم نشوف كل سيارات نيسان، فما تنسوا اكيد تحضروا حلقات اوتو فوكس كل يوم. وانا وجلادين بنقول لكم تشاو باي. فوت على wheelers.me بطريقة سهلة، نقي سيارة أو موتو أحلامك، قارن مواصفاتها أو سعرها بغيرها. wheelers بساعدك على حجزها وتأمينها بأحسن سعر والحصول على قرض البنك بأوطى فايدة.